السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد جدا أن أستضيفكم في حلقة جديدة على المحترفين. لك عندما تستخدم الحاسوب لمدة طويلة من الزمن تصل إلى 4-5-6 ساعات متواصلة، تشعر بأن حاسوبك يصبح بطيء عما كان عليه عندما قمت بتشغيله لأول مرة. هذا المشكل لا يعاني منه فقط أنت أو أنا، فهذا مشكل خاص بالويندوز، فكل المستخدمين يعانون من نفس المشكل. يستخدم الحاسوب لفترة، يجب عليه أن يقوم بإعادة تشغيل الحاسوب حتى ينتعش حاسوبه وحتى يستطيع استكمال مشاكله بدون بطء وبدون تشن الحاسوب من فترة إلى أخرى. لهذا في هذه الحلقة إن شاء الله سنتطرق إلى طريقة لحل هذا المشكل، كون أننا يمكننا أن ننعش الحاسوب دون إعادة تشغيله، وبالتالي تستطيع أن تستمر في عملك بدون مشاكل فقط عبر عمل ريفريش للرام الخاصة بحاسوبك، طبيعة الحال دون برامج بدون أي شيء، فقط تتبع هذا الشرح وفرجة ممتعة. إذن مرحبا بكم مرة أخرى في حاسوبي. إذن الخدعة تتمحور حول هذا الكود، والذي يجب عليك قيام بنقله. بطبيعة الحال يمكنك فقط النقر على بوز ثم إعادة نقل هذا الكود قبل أن تتابع الشرح. إذن بعد أخذ هذا الكود نقوم بعمل له نسخ، ثم نذهب إلى سطح المكتب، ننقر بزر الفأرة الأيمن، ثم نذهب إلى نيو، ثم إلى شورت كات أو راكورسي باللغة الفرنسية، ننقر عليه ثم نضع هذا الكود الذي قمنا أو هذا المسار الذي قمنا بعمل له نسخ، ثم بعد ذلك ننقر على next في type name for this shortcut. هنا سأختار refresh RAM، okay. جيد، ثم سأختار finish. الأمر بسيط كما تلاحظون، ثم بعد ذلك سأقوم بأخذ أو عمل drag، سأقوم بنقر على الأيقونة وأذهب بها إلى سأقوم أولا بامبينج ديس، ثم سأقوم بأخذ الأيقونة ووضعها على سطح المكتب على شريط المهام كما تلاحظ معي. وبعدما أشعر بأن الحاسوب أصبح بطيء أنقر على الأيقونة بكل بساطة، ثم ستلاحظ أن هناك فرق كبير جدا وأن حاسوبك أصبح أسرع مما كان عليه. إذن كنت سعيد جدا باستضافتكم في هذه الحلقة. أتمنى من الإخوان أن يقومون بتجربة هذه الطريقة، وكذلك وضع ارتصامات تعليقهم حول الفرق الذي شعروا به عند استخدامهم لهذه الطريقة. يمكنكم التعليق على التدوينة أسفل، سواء بحسابك على الفيسبوك، بجوجل كروم، بجوجل جيميل عفوا ليس جوجل كروم، تويتر، أي حساب تمتلكه يمكنك أن تشاركنا آراءك وكذلك ارتصاماتك حول هذه الطريقة. إلى حلقة أخرى بإذن الله. يمكنك كذلك متابعتنا على صفحتنا الرسمية www.teach3professional، أو كذلك على قناتنا على اليوتيوب فقط عبر النقر على سبسكرايب أعلى الفيديو. إذن كان معكم راغب آمن من The Professional Security. إلى حلقة أخرى بإذن الله.